عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لليوم: استمع من أنا. في البداية يا صغاري، دعونا نستمع جيدا إلى الدرس. من أنا؟ اجتمع مازن وأبناء عمه وقرروا أن يلعبوا لعبة من أنا. بدأ أحمد فقال: خلق الله مني كل شيء حي، يشربني البشر وأروي الشجر، فمن أنا؟ أجاب الأطفال: أنت الماء. أضاف مازن: في كل مكان تجدونني، لكن أبدا لا ترونني. ردت سلمى: أنت طبعا الهواء. أما هناء فقالت: بي تبصرون وعلي تعتمدون، ملونة جميلة زرقاء أو خضراء أو سوداء كحيلة. رد الأطفال: أنت العين، أنت العين. سأل مازن وكلنا مجتمعين: هل تعرفون من نكون؟ رد الأطفال: نحن نعم الله، نحن نعم الله. صغاري، بعد استماعنا للدرس سنبدأ بالإجابة على الأسئلة. لنقرأ في البداية الأسئلة. السؤال الأول: ما اسم اللعبة التي لعبها مازن وأبناء عمه؟ السؤال الثاني: أضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخطأ. تحدثت هناء عن البصر: يمكن أن نرى الهواء. الذي تحدث عن نعمة الماء هو أحمد. السؤال الثالث: أعدد نعما أخرى لم ترد في النص. السؤال الرابع: لو كنت مشاركا في اللعبة فأي نعمة ستمثل؟ والسؤال الخامس والأخير: ما واجبنا تجاه الله تعالى خالق هذه النعم الكثيرة؟ الآن سننتقل للإجابات. السؤال الأول: ما اسم اللعبة التي لعبها مازن وأبناء عمه؟ أحسنتم، اللعبة التي لعبها مازن وأبناء عمه هي لعبة من أنا؟ السؤال الثاني: تحدثت هناء عن البصر، صح. يمكن أن نرى الهواء، خطأ. الذي تحدث عن نعمة الماء هو أحمد، صح. السؤال الثالث: أعدد نعما أخرى لم ترد في النص، التذوق، المشي، العقل، اللمس. السؤال الرابع: لو كنت مشاركا في اللعبة فأي نعمة ستمثل؟ الإجابة: نعمة البصر، والتي تمكنني من رؤية الأشياء الجميلة الموجودة حولي. السؤال الخامس والأخير: ما واجبنا تجاه الله تعالى خالق هذه النعم؟ أن نحمد الله تعالى على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. صغاري، انتهى درسنا لليوم. أتمنى منكم حل الأسئلة، وأن نتذكر دائما نعم الله تعالى علينا.